مساءكم خير. لما بنتكلم عن رموز مصرية وشخصيات مصرية بتقدم دور حقيقي في تقديم صورة مصر، احنا نقدر نتكلم تحت العنوان ده عن كل من هو مصري في الخارج أو كل من هو له علاقة بالثقافتين ما بين مصر وبره. لكن لما الشخص بيقدر يمارس دوره أكتر من كونه بس مجرد مهاجر في دولة جديدة عليه، لكن يقدر يندمج في المجتمع ويقدم مساهمة حقيقية في مجتمعات جديدة، هنا بيظهر الدور وبيعظم الأثر إذا صح التعبير. إحنا النهاردة مشرفانا دكتورة جيهان جادو، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس القومي للمرأة وعضو المجلس المحلي لمدينة فرساي الفرنسية. مش عضو المجلس المحلي هنا في مصر، لا، احنا رحنا فرساي بقينا في المجلس المحلي. مساء الخير على حضرتك دكتور جيهان، ومبسوطه انك منوره. ميرسي جدا، انا شرف لي ان اكون معاكم النهارده بجد. بصي، يعني اللي فهمته من حضرتك شغل كتير قوي قوي على مدار سنوات، لكن الاول نفسي نشارك الناس بتجربه الدمج الثقافي الشخصيه بتاعتك، مش بصفتك عضو مجلس قومي للمرأة. لا، هو عايزه اقول لحضرتك على حاجه، هو الاندماج في الثقافه ده مهم جدا، شيء مهم جدا. يعني انا بصراحه، يعني انا لازم اي حد يخترق مجال او يتعرف على بلد او يعيش في بلد لازم يكون عنده على الاقل يعني ولو نسبه قليله جدا من ثقافه البلد دي، واولها اللغه. مهم جدا اللغه، يعني اللغه دي مهمه جدا، او الجسر، يعني لانه غير كده بنعيش مجتمعين، مش هنقدر هنبقى متقوقعين على نفسنا ومش هنقدر نندمج في المجتمع ده. الحقيقه يعني ربنا اكرمني بان انا اول ما رحت فرنسا كان انا في مقاطعه فرساي، يعني ما فيهاش مصريين كتير، ما فيهاش عرب كتير، فده كان يعني هو في الاول بالنسبه لي كان صعب جدا. انا حاسه ان انا غريبه في مكان ومش قادره اتعامل، واللغه على الرغم اني كنت واخده كورسات هنا فرنساوي، بس برضه لما رحت هناك لقيت الحياه تاني مختلفة جدا. ففي حاجة عندنا احنا اسمها بيت الحي. بيت الحي ده في كل حي بيت، يعني حاجة متكاملة كده من ثقافة، من فن، من إبداع، يعني موجود البيت ده. فأنا قلت قولي لنا غششينا، خلينا نزعل ونغير. احنا نفسنا نبقى كده. احنا عندنا مراكز ثقافية لكن عندنا تحدي انها قليلة جدا. بالظبط، هي بالظبط كده المراكز الثقافية اللي هي موجودة عندنا هنا، بس هم هناك منفعلينها بشكل جيد جدا. فالحقيقة دخلت المكان ده وخرجت منه وانا يعني كل اعتقاد بان انا لازم اشوف اكتر عن المجتمع ده. ما ينفعش ان انا ابقى عايشه في وسطهم وانا مش عارفه حتى هم عاداتهم ايه، تقاليدهم ايه، بيعملوا. فاخدت الحلو منه وسبت لهم الوحش الحقيقه. يعني فطبعا يعني الحمد لله رب العالمين، ربنا وفقني بان انا يمكن اسست مؤسسه ثقافيه تبع هناك منظمات المجتمع المدني اسمها الرابطه الدوليه للابداع الفكري والثقافي. فكان من خلال ده يعني عملنا اسبوع ثقافي عن مصر. حسيت ان انا دوري جه من هنا، لازم بقى هم طبعا ما فيش حد هناك ما يعرفش مصر، وما فيش حد ما يعرفش تاريخ مصر الجميل، وكلهم مبهورين بالحضاره المصريه. فانا حبيت اعرفهم بقى حاجات اكتر واكتر، ودخلوا معايا في الموضوع ده وفرحوا جدا جدا بان انا يعني عايزه يعني يكون في عندي ميلانج او عندي خلط ما بين الثقافتين مع بعضهم. فبصراحه هي كانت نقطه البدايه.